نشرف اليوم على انطلاق ثاني أكبر عملية على مستوى المقاطعة الإدارية للدار البيضاء لتشمل كل مقاطعات بلديات المقاطعة، والعينة اليوم من بلدية برج الكيفان وبالضبط من حي درقانة. سخرنا حوالي 65 شاحنة من مختلف الأحجام والأنواع، وكذلك جندنا حوالي 245 عون نظافة وكنس رفع النفايات المنزلية وكذا النفايات الصلبة، بالإضافة إلى تنظيف البالوعات والمجاري المائية والقضاء على النقاط السوداء التي تشكل خطرا على الصحة العمومية وكذلك على البيئة. طبعا الشيء المؤسف هو أنه بلدية باب الزوار وبلدية برج الكيفان في التصنيف تاع البيئة هما من أسوأ بلديتين في المقاطعة وممكن في العاصمة كامل. هذا ستان كونستا تاع السيد ولي ولاية الجزائر والسيد ولي المنتدب، وبالتالي العمليات هذه تدخل في الإطار هذا باش نقصوا الأشياء، نعم النقاط السوداء هذه، ونحاولوا نحسنوا البيئة قدر المستطاع. كما نتمنى أننا بعد ما نجوزوا ننظفوا الحيين هذو من النقاط السوداء الكبيرة، ماذا بنا المواطن يساهم بحسه المدني في المحافظة على الأماكن هذه نقية، وإن شاء الله نتعاونوا تكون بداية خير لتحسين البيئة.